مين اخلاق. اقرب حد من لعيبه الكوره ليك يا تامر؟ وبتحس ان هو عنده سنس كده في المزيكا وفي اللي الكوره؟ عنده سنس غريب وبحبه جدا يعني اخويا الصغير مصطفى شوبير، بجد والله. مصطفى مزوق، وبعدين حلوه كلمه مزوق دي. مزوق جدا. انا مثلا سي ببقى عامل 3 4 اغاني بس في واحده فيهم قريبه قوي ليا، يقول لي انا عجبتني الاغنيه دي قوي. فتحس ان هو لقط على يعني نفس بقاله الموجه. كذا سنه هو اتعرف عليا، اتعرفنا على بعض في اغنيه رامي صبري اسمها غريب الحب مين فاهمه، وبعدين يعني اغنيه كان حلوه قوي قوي منشن قوي. فيها وقال لي انا بحب ده الاغاني الاغنيه بتاعت المسلسل. الاغنيه حلوه قوي. فهو بقى على طول كل شويه يقول لي انت عامل في دي، انا عرفت هنا، انا قلت اكيد ده تامر او التفسيره دي، فعنده ذوق. كابتن شوبير برضو بيحب المزيكا، فعشان كده مصطفى طالع واخد حته يعني. واخد الحته دي منه. قدرش